للأسف في كتير ناس علقانة وقاعدة ببيتها، الناس كلهم والنجوم كمان عم بيكونوا علقانين وقاعدين ببيوتهم. النجمة نانسي عجرم، مساء الخير. مساء النور. أنت معروف عندك بيتوتية عادة، بس هالقد بلا ما تظهري أبدا وما يجي حدا لعندي، كيف عم تقضي الوقت؟ أول شيء مساء الخير لألك ولكل اللي بيشوفوها وللمتروك كلهم، لزملاء يعني بدي حييكم. أنا مش أشعتكم بس عم بسمعك كتير. إيه أنا بيتوتية بطبيعتي، أكيد بتسلى يعني بالبيت. قدي صارك إكزاكتلي بالحجر المنزلي؟ هلا انا بتسلى بالبيت، عندي كثير اشياء اعملها لانه اشياء ما عندي وقت لها. بس قد ايش صار لك بالبيت؟ انه دائما لما بتحس حالك مجبور تقعد بالبيت، انه بصير انه فكر انه معقول انا هلا ما فيي مثلا دور السياره، روح على استوديو، روح على المكتب، روح عند رفيقتي. هلا صار لنا اسبوعين تقريبا، يعني اولهم هيك انه كان في شويه تزعبر لانه الحاجه، يعني بتعرف انه سوبر ماركت فارماسي انه ما بيخلى الامر الا بركه طولنا انه بالحجر. يعني ما لحقنا نبارك لك على نجاح ذا فويس كيدز هالموسم الجديد وفوز مشترك محمد من فريقك، كيف توصفين لنا تجربه هالموسم، خاصه انه اخر تقريبا ثلاث حلقات كنا بلشنا نفوت بازمه الكورونا، وقبلهم كنا فايتين اوريدي بالازمه بلبنان والازمه الاقتصاديه والثوره. ميرسي. هلا انا كمان اكيد بدي بارك لمحمد اسلام كمان يعني عبركم. وهلا بالنسبه لكل الاطفال يلي شاركوا معنا، هن انا بالنسبه لي احلى صوت وكلهم ربحانين. فويس كيدز يعني كانت تجربه حلوه للاطفال ليكسبوا خبره ويطوروا موهبتهم اكثر. انا كثير سعيده لمشاركتي فيه لانه بحب الامل يلي بيعطونا اياه الاطفال، وبحب اتعرف على مواهبهم الكبيره رغم انه هن صغار بالسن. نانسي، بنعرف قديش انت قريبه مش بس من الاولاد، قريبه من اولادك كثير، يعني بطبيعه شغلك بتسافر كثير، عندك حفلات كثير برات البلد، بس دائما وقت العيله مقدس عندك، يعني دائما بتكرسي وقتك لبناتك. اليوم 24 ساعه على 24 ساعه، اولا مضاينه ولا هن مضاينين؟ وكيف عم تخليهم مشغولين؟ لا هلا عم نقضي وقت حلو عن جد، ما بنكر انه هلا اول شيء كانت صعبه، قلت لك انه اول شيء كانت سوبر ماركت وفارماسي، كنت اول شيء كنت روح انا وياهم كنت اعتبرها مثل انه ظهره هيدي لنا. هلا بعدين صرت ابعت شخص واحد وبس يرجع حطه بالفرن يعني، وحط الغراض كلها وطهرهم وهيك. بس انه لا عم اقضي وقت حلو بصراحه. علموني اشياء كثير، يعني أنا بطبيعتي بعطي وقت كتير لعائلتي وللولاد، بس هلأ بهالوقت هيدا زادت قعدتي معهم واكتشفت إنه الولد عن جد قد ما بتعطيه من وقتك قد ما هو بيقرب منك وبيفتح لك قلبه وعقله وبيعرفك على كل شيء جواته، وهيدا شيء كتير بيساعد الأهل ورح يساعد الأهل إنه يكونوا داعمين لأولادهم بعدين بخياراتهم، لأنه بيعرفوا أكتر وين نقاط القوة عندهم وين نقاط الضعف ليقدروا يقفوا حدهم بالمستقبل. هلأ كيف عم قضي الوقت؟ أنا عم جرب قد ما في أقسم الوقت، لأنه إنه الولد إذا تركته يعمل اللي بده إياه إنه رح يفقد الحس بالمسؤولية. إنه عم نبلش أكيد بالدرس، عم ندرس أونلاين مثل الكل، ميلا وقال لها كمان بيعملوا أكتيفيتيز يعني بالبيت، عم نتمرن على الدانس، على الجيمناستيك، على البيانو، بنحضر موفي، بنرسم، بنطبخ، بنعمل جاتو. في ساعتين بالنهار بيروحوا، حتى اذا بدك ما بكذب عليكم بيروحوا شريعه يعني ميلا كلها بيتشارعوا، ساعه ليتشارعوا، ساعه ليتصالحوا، هي ساعتين مرقناهم بالنهار. ايه تمام، اذا ساعه بساعه نص مصيبه، نحن بتروح معنا يومين يومين جربيه. لا بس بين الاولاد غير، وفي كمان الوقت اللي المامي بتقول لهم فيه يعني اعملوا اللي بدكم اياه بس حلو عني. هي موجوده.
نانسي في كثير نجوم اليوم على السوشيال ميديا عم بيكتشفوا اولا مواهب جديده، يعني يا بالطبخ يا بيصيروا يعطوا كرات سبور يا عم بيعملوا لايف كونسرتس من عشيه. شفنا عدد كثير كبير من الفنانين اخر يومين ثلاثه كلهم عم بيطلعوا لايف وعم بيعملوا هذا الكونسرت او عم بيعملوا مواهب جديده. اولا خبرينا، اكتشفت موهبه جديده ما كنت او ما كان عندك وقت تطبقيها وعم بتطبقيها، وهل بود تعملي كونسرت اسبوعيا؟ هلا اعمل كونسرت يعني اسبوعيا لا اكيد لا. هلا نحن حضرنا اكيد، وانا حضرت يعني كمان مثلكم حضرت هيدا. هلا بالاغاني الغربيه بيقدروا يغنوا كذا كذا غنيه بآلة وحده، يمكن انه نحن الموسيقى الشرقيه نوعا ما ان احنا اغانينا كلهم بدهم فرقه كبيره يعني، وانا اذا بدي اجيب كل الفرقه لهون يعني كورونا كلنا. انا عندي كثير مواهب اكيد، بس انه هلا انا تواصلت مع الفانز بالسوشيال ميديا لما طلعت لايف اول مره على انستغرام وانت شفتني. نعم. هذه كانت اول مره، بس اكيد رح ضلني اتواصل معهم وخبرهم انه كيف عم نقضي هالوقت، انه وقت هيدا منه هين ومنه سهل ابدا، ورح يعلمنا اشياء كثير، ورح يعلمنا انه نقرب من بعضنا حتى اكثر، ونفكر باشياء يمكن ما بحياتنا كنا نفكر فيها، ونعطي قيمه لكثير اشياء صغيره نحن كنا اخذينها بحياتنا فور جرانتد، بس هي لا هلا صار بالنسبه لنا عندها قيمه كثير كثير كبيره. نحن بنعرف عنك نانسي انك شخص كثير ايجابي، يعني اليوم رغم كل شيء اللي عم نقطع فيه وهالمرحله السوداء اللي عم نقطع فيها عم نشوفك دائما بوزيتيف وعم تبعتي مساج ايجابي للناس. هل هالشيء له اهميه على الصحه على النفسيه؟ واليوم انت ايجابيه بس بنفس الوقت عم بتخطط لقدام ولا موقفه كل شيء ومركزه على الكورونا؟ موقفه كل شيء ملزقه شو؟ يعني مكفيه بتحضير لالبومك، عم بتكفي نشاطاتك بالشغل ولا لا؟ كل هلا الفوكس انه نقطع هالمرحله؟ اكيد هلا الالبوم عم يتحضر، اكيد كان عم يتحضر قبل الكورونا صح. انه بس هلا هو هذا اللي عم فكر فيه هلا كثير، لانه يعني مش شغل لي بالي كثير الالبوم، انه انا فيني اقول لك انه مبسوطه بالاغاني اكيد، انه عم بتعامل مع ناس جديده اشتغلت معها وناس اشتغلت معها قبل ونجحنا سوا. انا على طول بحاله تحضير، يعني بتنزل غنيه بلش فكر دغري باللي بعدها. بس بيير اكيد اكيد نحن مش همنا هلا نحن وين، يعني في عالم قاعده بلا شغل يعني صح. وانا بدي اقول لك انه ما في حياه بلا امل، ولا ممكن نقدر نكمل حياتنا بلا ما نكون ايجابيين، يعني إيمانا بقوينا وكلنا مع بعض نخلي الحياة تكون أحلى. أنا بقول إنه دايماً بعد كل أزمة في بداية جديدة وبترجع الحياة أحلى مما كانت، وأنا هون بس بدي أدعي كل الناس بهالظروف إنه نتعلم من أزماتنا مثل ما بنتعلم من نجاحاتنا، لأنه هل فترة رجعنا لإنسانيتنا ورجعنا نحس ببعض ونساعد بعض ونسينا خلافاتنا هول الصغيرة قدام هالمصيبة الكبيرة اللي نحن فيها هلأ. شفليكم كلكم يعني اسم الله عليكم بالتشالنج تبع الأونلاين يلي عملتوه، يلي عدد كثير كبير من الاشخاص عملوه، حتى انا كمان عملته تبع اجيالنا. هيدي الشيء من المساعدات، كل الفنانين صرتوا تسموا بعض، يعني كل العالم يقولوا انه اليوم هيفا معقول ما تسمي اليسا، واليسا معقول ما تسمي نانسي، الكل اتضمنته والكل كسر كل هالحواجز يلي بالنسبه لنا نحن كفانز او كمشاهدين كنا مفكرين انه لا في بعض الحزازيات. قطع منيح اللي بعد في انترنت هلا إيه؟ الكونكشن راحت ولا ما بدك تجاوب عملتي فريز؟ لنرجع نظبط الكونكشن مع نانسي عجم. قلبي يا قلبي بدي اقول الف مبروك على الاغنيه قلبي لقلبي، الاغنيه رائعه لنانسي عجرم. رح نرجع نتواصل مع لنانسي. نانسي بعدك معنا؟ انا معكم سمعتك. اها لكن كل شيء قلته عني بيير بغيابي. كنا عم نحكي عنك بالعاطل بس سافا. بكره جاي احضر الحلقه. ابدا ما بنحكي هالشيء عنك نانسي. نانسي قلبي يا قلبي حققت ايه؟ اذا بدك تجاوبيني على 6 سؤال.
كنا عم نحكي عن السؤال تبع الفنانين ببعض كيف كسرتوا كل الحواجز. ايه انه انا ما في اقول لك قد ايه يعني قد ايه حبيت هيدي المبادره، انه خاصه انه اجتمعنا كلنا على قلب واحد وعلى هدف واحد هو انه نساعد الغير. واجتمعتوا كمان مش بس مع أجيال، واجتمعتوا كلكم كمان ليلة الأحد مع زميل مارسيل غانم، شفنا عدد كتير كبير من الفنانين عم بيتصلوا ومشكورين كلكم على تبرعاتكم. قلبي يا قلبي أغنية رائعة وحققت نجاح لافت. قلبي يا قلبي وقتها هلأ أولك مغني بس سمعينا شوي. يلا يلا أكيد المشاهدين بدهم يسمعوا صوتك ليلى. مش حسامك هلا اكثر من هيك يعني عيب يعني. بعد جمله اسمعني اذا بسالها انا نانسي، انت هلا مستحيه تغني بس في فنانات عم تحتار اذا بتطرح الفيديو كليب تبعها او تبع غنيه معينه او لا، في ناس عم تحضر على الالبوم، انت بهالمرحله ويمكن تطول يمكن لا، بتقولي عيب ينزل الغنيه او نغني يعني او مش وقتها؟ مش وقتها هلا احب يعني مش وقتها هلا نزل غنيه مثلا منى. هو مش قصه عيب او مش عيب، قصه مين له نفس يعني. هي هيدي الكلمه يلي انا حس فيها هلا، انه انا اليوم لما بكون انا ماني مرتاحه، مش بس ببيتي يعني، حتى الواحد اذا كان ببيته نفسيته مش مرتاحه ما في يقدم اللي بحبه، حتى ما في يقدم شيء بحبه، ما في يركز. فكيف اذا الدنيا مش مرتاحه، العالم كله مش مرتاح يعني. انا ماني قادره هلا عم بقول لي غني عن جد يعني، مش قادره انه نكون عم نحكي بهالموضوع وعم نحكي بمصيبة عالمية وأنا إنه كون عم غني. هلأ بعرف إنه نحنا بدنا نكون إيجابيين وبدنا نحنا ننسي حالنا وننسي اللي حوالينا وهيك، بس نحنا بالحالة نفسها يعني أنا ما عم بقدر صراحة أفكر بشي تاني. قلبي يا قلبي سمعتي أغنية كرشي يا كرشي؟ سمعتها أكيد. كرشي يا كرشي مش وقتها هلا ارجع بش. نانسي عجرم وي لاف يو، شكرا كثير لك، خليكي بالبيت مثل ما انت اليوم موجوده بالبيت، كل العالم عم بيكونوا بالبيت وبتخيل 14 يوم بالبيت ما ظهرتي، صار لك شيء؟ نصحت. لا ما صار لي شيء، وصرت عم بحب البيت اكثر واكثر وعم لاقي اشياء اكثر اعملها. وبليز انا بدي ادعي عبركم هيك، نحن مسؤوليتنا كبيره تجاه حالنا وتجاه بعض، انه بليز نحمي حالنا لنقدر نحمي بعض ونحمي غيرنا، لانه هي مسؤوليه كبيره وما لنا مسحه ابدا. وانا بحبكم كثير وكثير انبسطت بهالسكايب اللي عملناه. وي لاف يو سو ماتش نانسي عجم، تحياتنا لفادي وللبنات ولكل افراد عائلتك، ان شاء الله دائما تضلكم بصحه. نانسي شكرا لك، هيك لازم يكونوا الفنانين بتخيل، لازم يكونوا رول مودلز لحتى يقدروا يلعبوا هيدا الدور من التوعيه. قديش اليوم الاعلام وقديش اليوم كل صحافه عليه مسؤوليه كمان. سلام. أما هو كمان الإعلام والصحافة مثل أي مواطن، بس الفرق أنه عنده بلاتفورم أو منبر فيه يوصل أسرع. بس أكيد وخاصة هلأ بالحملة اللي صارت بخليك بالبيت، الكل اللي عملها كل عملت أكيد عملت إفكت وأثرت بالعالم، حسيت أنه لا الموضوع جدي. فأكيد في واجب، بس واجب الأول كمواطن بعدين كإعلامي، لأنه الميديوم أسرع.